اكيد هو قصه وطن. اليوم انا موجود معكم ومحطتي لجينو اول شغله. البس الشروق هويه اللي لبسوه قديما واللي راح يلبسوه من اليوم القادم. وطن يعني اجداد، يعني تاريخ، يعني تراث، يعني ارض. يعني اجداد دعوا لقدموا لنا اياه للوطن. مش كل شيء بنشوفه من برا لازم نقدسه ونقلبه. لا، اللي قدمتنا اياه ستنا وجدنا كمان مقدس. اللي امي وبيي كمان قدموا لنا اياه مقدس. مشان هيك خلق دايرويو.